ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الاستوديو ستايلس الجميلة شيري شاهين. اهلا بيك يا شيري، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ انا ايه الحمد الجمال لله، ده؟ انت اللي مين جميله. بيختار لك لبسك بقى؟ انت بقى مين بيختار لك لبسك؟ للاسف بتلبسينا كلنا. انا الوحيده اللي لازم اختار لبسي بنفسي، بس ساعات لازم اخد طبعا راي رأي ماما. الناس. اه طبعا. احكي لنا يا شيري، بدأتي ازاي؟ انا بدات من ايام الجامعه انت صغيرة قوي، سنك صغير قوي، بجد. من كام سنة؟ انا السؤال المحرج. بس انا 26. انا بدات من الجامعه، كنت دايما بحب ابقى كل يوم انزل طقم جديد، بحب بنخرج انا واصحابي ببقى عايزه اتصور، فببقى عايزه كل شويه البس طقم جديد. فبقيت اقف كده قدام ماي كلاسيت، طب انا هلبس ايه، طب انا هعمل ايه. فبدات اجيب الايتم واحده واعمل لها ماتشنج مع كذا حاجه، مره البسها على سكيرت طويله، مره البسها على جينز، مره البسها على تراوزر، مره البسها على البس ممكن تبقى هي سكارف، بيس واحدة بس هي بيس واحده بس والبسها على كذا بكذا حاجة شكل. بالظبط كده. فبدأت الموضوع بقى بالنسبة لي، يعني لا انا بحب اعمل كده، بحب اعمل ماتشنج، بحب اجيب البيس دي البسها بطريقة مختلفة غير اللي هم عارضينها مثلا بيها. فبدأت اقرا كتير، بدأت اذاكر، بدأت وصلت معايا لدرجة ان انا بقيت اجيب ستيكي نوتس الزقها كده قدامي، تكتبي عليها ايه؟ البوينتي شوز مثلا البسها على تراوزر واسعة شوية. كنت يعني كان جات لي فترة ما كنتش بعمل اي حاجة غير ان انا بعمل ريسيرشز عن كل الستايلز اللي موجودة، طيب ايه لي امتى يروح فين اعمل ايه. ف الالوان بالظبط كده، ما لان تثبتيش الوان، يعني مثلا مثبته الاسود لا 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 انا بحاول بقدر الامكان ابعد عن دايما اوت الاسود. اوف بوكس. ايوه بالظبط، ان انا ايه اثينك اوت اوف بوكس. بدات اخدت كورسز، بقيت اشوف مثلا ايتم، بس الايتم ديت بالنسبه لي وانا لسه في جامعه يعني اتس تو ماتش، كوستي قوي. غالية جدا. فبدات ان انا ممكن انزل اجيب قماش انا اعمل الايتم اللي انا عايزاها. ممكن ايتم شفتها بلون هي جميل جدا وشيك وتروحي جدا، تنفذيها. ايوه بالظبط كده، بس انفذها باللون اللي يليق عليا انا بمواصفات جسمي انا. تنزلي تجيبي قماش وكده بنزل اجيب قماش وبنزل اتفرج وبنزل اشوف الماتيريال دي والماتيريال بتعرفي دي. تفرقيهم من بعض، تعرفي تختاري بعرف الحاجة الجودة عالية في القماش، مش أي حد بيعرف يشتري قماش. القماش، هو بصي هو القماش كله انواع، بس هي الماتيريال اللي انت بتجيبي بيها الحاجه او الماتيريال اللي انت هتفصلي بيها هي اللي بتديكي قيمه، او ان الايتم اللي انت عملتيها بتبقى valuable. فانا شايفه ان الماتيريال ديت حاجه مهمه جدا 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 جدا. تمام. طب شيري قولي لنا بقى، يعني ليه كل البنات بتقف قدام الدولاب تقول انا ما عنديش لبس، مش لاقي حاجه البسها، وانا منهم طبعا. بصي انا كمان عامه منهم برضو، بس انا بالنسبه لي ان في بنات كتير ما بتفكرش اوت اوف ذا بوكس، هي بتبقى جايبه البلاوز على السكيرت دي او الشيرت دوت على الجينز دي، فهو ده بس يعني هو ده الستايل اللي هو هيتلبس بيه. بالعكس انا ممكن البس مثلا بنطلون كلاسيك على هاي كول ساده وبسام اكسسوارز ابقى عملت طقم جديد. ممكن البس بلاوز احط عليها بيلت هتديني شكل مختلف. ممكن الشميز مره البسه اربطه من فوق، ممكن مره اربطه من على وسطي، ممكن مره البسه والبس فوقيه بلوفر. لا في افكار انا كمان، انا كتير كنت عايزه اعرض الصور بتاعتك، الدرس اللي بتحطيه جوه البنطلون، ف بالظبط. انا لبستيه مره عليه بليزر تقريبا، بالظبط صح؟ انا برضو I started my own blog، يعني عملت بيج عليا على الانستجرام. بقيت اجيب one item البسها بكذا بكذا طريقه. ستايل. ايوه بالظبط كده، مره لبسته كان دريس اسود. ايوه هو ده اللي انا شفته. ايوه بالظبط، كان دريس اسود لبسته وعليه هيلز، كان عادي عادي جدا. جدا. ايوه انا رايحه مكان كويس ديت مثلا او حاجه كده. بعد كده كان كاتب كتاب، طب انا لبست عليه بليزر بيضه فبقى شكله اليجنت جدا، شكله شيك قوي، وفي نفس الوقت مش باين خالص ان ده هو نفس الدريس اللي انا كنت لابساه. بعد كده عندي دخلتي نفس الدرس جوه البنطلون يا شيري؟ ايوه انا شفت ده. دخلت فعلا نفس الدريس جوه البنطلون، وبقى بقى مختلف، بقى شكله مختلف، بقى توب.
يعني خليته توب، فبقى شكله جميل جدا. طب وعملت واحد تاني لبست عليه بوت، عليه بوتس طويله والدرس ومونتو، فبرضه مش باين ان هو هو نفس ده الدرس. اختلف تماما. هي وريتني الصور، انا ما كنتش مصدقه ان هو ده نفس الدرس يعني. طب شيري، ازاي الواحده تكون على الموضه بامكانيات قليله؟ انا شايفه ان الناس كلها بتجيب فعلا ايتمز بتكون شيك جدا وشكلها حلو جدا جدا جدا، بس ما بتهتم شويه بالاكسسوارز، تهتم شويه بتتكلمي عني؟ ايه. بتتكلمي عني؟ لا انت جميل على فكره، النيكلس لما تكون رقيقه او لما تكون حاجه كده ديت بتلفت النظر او بتكون مور اتراكتيف من اما انا البس حاجات كتيره قوي، بيبقى في ايتمز كتيره شيك قوي. بس طب ولو سبتت بقى يعني، انا على طول مثبتاها، بحب انا الحاجات بحس ان البسيطه، مش في حاجه لازم نثبتها لان ديت بتكون ديت شخصيتي. هي انا، ايوه هي بالظبط، هنا دي صح. بتكون انا. انا مثلا على طول بلبس حاجه بسيطه سامبل جدا، خالص. دي لا هو خلاص هي دي انا، انا بحس ان هي بتدل على شخصيتي، تمام. فان انا اثبت حاجه تكون ماي ايدنتيتي او شخصيتي او الحاجه اللي شيري معروفه بيها، شايفه ان دي طبعا حاجه كويسه جدا. تمام. احنا معانا تليفونات كتير قوي يا شيري، بيقولوا لي في الاتوبيس معانا تليفون. الو، صباح الخير صباح النور، انت عارفيك. احمد. اهلا بيك يا احمد، اتفضل. سمعت كنت بس يعني انا ملاحظ ان احنا بنتكلم عن البنات، لكن انا برضو عايزين نعرف كستايل ولاد تمام. وكرجاله نقدر نعمل ايه، لان احنا برضو بنقف قدام الدولاب انتوا كمان وبنقف بس مبقاش انتوا عارفين بيفرقوا نعمل معاكوا ايه. الحاجات دي يا احمد؟ ايه بيفرق معاكوا الحاجات دي زي البنات؟ طبعا زي ما برضو البنات بتقف، ما احنا برضو هي احنا عندنا برضو مشكلة احنا كأولاد ان احنا ما عندناش عوامل في تغيير اللبس كتير، يعني مثلا ما عندناش شنط وما عندناش اكسسوارز بنلبسها. هو ايه ده، يعني ايه ده، دي غيرة مش دي ولا ايه؟ ايه دي غيرة دي يا احمد. تمام، اوكي. بس، فاحنا كنا يعني لو ممكن نتكلم عن ستايل الولاد يبقى من فضلكم يعني. يلبسوا ايه ويعملوا ايه على ايه؟ اوكي ماشي، ميرسي يا احمد. في اي اسئلة تاني؟ ميرسي ليك. شيري، الولاد عايزة بقى. اقولك ان انا بحب ستايلينج او ان انا البس ولد اكتر بكتير من البنت. ده انا بجد؟ شايفة دي حقيقة، بس اصعب هو بيبقى اصعب يعني، سنة بس مفيش فعلا، مفيش مفيش تجديد في الحاجة، بس انا شايفة ان هم عندهم التراوزرز، بيبقى عندهم بنطلونات القماش، في بناطيل مش كتان كله كمان. بيحب القماش والكتان يعني، مش كل الرجالة بتحب القماش ما والكتان هي خالص. الفكرة ان هو بحب وما بحبش، بس هي ان انا لازم اطلع. تجرب. ايوه بالظبط كده، هي الفكرة ان انا لازم اجرب، لازم اعرف انا طب اجرب مرة بده. ساعات الواحد بيلبس حاجة يقول لا 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 هي عليا مش انا حلوة. عايزة اقولك، لسه كنت بجيب هدية لحد وجايبة بنطلون قماش شيك جدا، فبكلمه قال لي لا انا ما بلبس. طب انت جرب، هيبقى عليك حلو. هي فكرة ان انت تجرب دي مش موجودة اصلا يعني. بالظبط، هو الواحد لما بيكون عينه مش واخده على شكله بالستايل ده انه ممكن او يبقى حلو قوي افضل. بالظبط هو ممكن تكون، فاحنا لازم يكون عندنا الجراءه ديت ان انا اجرب، لازم نثينك اوت اوف ذا بوكس، لازم نجرب حاجه جديده. في ناس كتيره جدا وولاد كتير ما بيحبش تلبس القميص الكاروهات ده تحفة، مع انه فعلا شيك ده جدا. شيك جدا. في ناس كتيره جدا بتحب تميل لا انا ابقى ساده اللون الاسود وخلاص كده، وابقى وابقى والبس ساده علشان ايه محدش ينتقدني. لا ينتقدني. بالعكس، ده الحاجات ديت بتدي شكل حلو، بتدي روح، اصلا عايزه اقولك ان اللبس بيغير في المود جدا ده حقيقي. جدا. والالوان المترقعه طبعا هم بعيد عنها خالص، البينكات ومش عارفه والفوشيا ليه، ومش عارفه دي الوان ليه. بنات انا مش هلبسها. لا بس مع ان هي فعلا بتبقى، انا ساعات في حاجات بينك بلاقيها في ديبارتمنت اللي هو الولاد بتبقى عاجباني حلوه جدا، جدا، هي انت عايز تشتريها اصلا. بالظبط. يعني ده غير ان طبعا اكيد في بنات كتيره جدا بتدخل دولاب اخوها ايه ده الله الهودي ده بتاخد حلو منه قوي حاجات. الهوديز. انا متضايقه جدا على فكره، انا ما عنديش اخوات ولاد مش عارف ياخد الهوديز معلش يا شيري. بتاعتهم. معانا تليفون. اوكي الو، الو، ايوه اتفضلي. ازيكم، عاملين ايه؟ الحمد لله، عرفينا تمام. بنفسك. طيب انا انجي. اهلا بيكي يا انجي، اتفضلي. اهلا بيكي. اولا طبعا احنا مبسوطين جدا ان يكون عندنا ستايلست زي شيري صغيرة،
حاجة جميلة، سنها صغير بس انا حاسه انها فاهمه، فدي حاجه كويسه جدا. هي كمان شيري الستايلست الخاصة بالبرنامج كمان. لا لا، حاجه جميله ومشرفه يعني. شكرا دعاء. ممكن اسال سؤال بقى؟ اتفضلي. دلوقتي انا طبعا بشتغل، فساعات كتير قوي بيبقى عندي خروج بعد الشغل، فعايزه اعرف يعني لا انا ممكن البس ايه يمشي مع الاتنين، لان طبعا الخروج بعد الشغل بيبقى صعب جدا ان البس نفس لبس الشغل، تمام. فايه اللي ممكن يمشي مع الاتنين، يعني ايه يبقى ماتشنج مع الصبح ومع بعد الظهر؟ اوكي تمام. في اي اسئله تاني؟ لا ميرسي، شكرا. اوكي ميرسي ليكي يا انسي. ردي بقى على السؤال. بصي، هي دي طبعا حاجه كلنا يعني بنتحط في نفس الموقف ده. انا عايزه، انا دلوقتي رايحه الشغل بس هخلص وعايزه اخرج مع اصحابي، تعمل ايه؟ طب انا هفضل طول اليوم بنفس اللبس؟ طب انا هفضل تاخد طول، لبس معاها طيب ولا تعمل ايه؟ انا ما بفضلش يعني، انا ممكن عن تاخد نفسي بيس واحده بس وتغير الشكل، ممكن صح؟ يعني، ممكن مثلا التراوزر لو هي بتروح الشغل الصبح بهيلز تاخد معاها سنيكرز، تلبس الهاي كول. طيب لو انا لبست الهاي كول من الصبح، طيب انت ممكن تحطي عليه سكارف كده من ناحية غير الكتف شكله كده. خالص. طبعا، وبلت من هنا. ممكن اجيب اكسسوارز عشان اكسسوارز زيادة الصبح دي مش طبعا هتاخد مكان في في الباك بتاعتي، ف بالظبط كده. الشكل الشوز ممكن البس بوت على الطقم بتاعي، ممكن البس السنيكرز، ممكن البس الهاف بوت، ممكن كذا حاجه ممكن تغير شكل الطقم اللي انا بيه من الصبح وما يبانش عليه تماما ان هو ده اللي انا كنت بيه في الشغل بتاعي. اهو اديني جددت، عملت ستايل الصبح وستايل بالليل ده حلو جدا. بالظبط. بس لازم نهتم جدا بالاكسسوارز، بالشنط، بالجزم اللي هي الكماليات. ما نبقاش بس بنفوكس على الايتم، انا جبت بلاوز شيك جدا بس هي البلاوز ديت محتاجه حاجات تانية جنبها، تمام. محتاجه ايرينجز كويس، محتاجه شكل الشعر، لازم نغير كمان من تسريحه كتير شعرنا. ما بيغيروش تسريحات الشعر خالص، لا ثابته. انا انا بحب الويفي فهفضل اعمل ويفي على طول، وده مش حلو يعني. طبعا طبعا، لان انا في ستايلز معينه بيبقى محتاجه الشكل ليز جدا علشان تظهري البلاوز اللي انت لابساه. ده بيبقى غالبا الصبح، يعني بالليل بيبقى الويفي بيبقى افضل، لو الويفي سهرات او حفلات او كده بيبقى افضل، بالظبط. صح؟ بس في ناس بتلبس مثلا حاجات مشجره، حاجات من هنا طالعه دلوقتي اتس فاشنبل، يعني ان انا الكتاف تكون ضخمه عريضة. شويه. ايوه بالظبط. فديت لو انا عملت ويفي هبقى هيبقى تو ماتش صعب قوي. فلازم حاجة بالظبط ليست كده. في ناس تعمل شعرها من النص، لا انت لازم شويه تجيبيه على تغيري الجنب حتى عشان فروة شعرك يعني. بالظبط. كمان انا بحس ان هو من على الجنب بيكون مور اتراكتيف اكتر، بيخلي الملامح سو طب بلاش، شارب. لان احنا الاثنين مش عاملين على الجنب صح دوت. ماشي. بلاش ندخل على السؤال اللي بعده يا شيري. خلاص. شيري، ليه كل واحدة عايزة تعرف تلبس ايه على ايه وامتى والالوان؟ كلمينا بقى، قولي لنا ازاي تعمل دي. بصي، هو كل الناس بتميل للالوان اللي هي الايه، لا انا هلبس لون ساده، انا هلبس لون اسود، ما انا مش لاقي حاجه البسها فهلبس اسود. انا رايي ان احنا نخلي الاسود بس لوقت ما نكون مش يعني مستعجلين هو مش الاسود لاقيين، بيزك يعني بس موجود. هو بيزك بس، ما هو علشان تو بي فاشنبل، علشان اظهر، علشان ابقى لابسه حاجه تلفت النظر. الاسود يعني بالنسبه لي ما بقاش بيلفت النظر قوي زي مثلا لما انا اكون لابسه حاجه فيها اسود في جولد مثلا، حاجه جولد طويله وتحتيها اسود. جولد طويلة. جولد جولد طويلة دي بس صعبة هي قوي. بصي طالع دلوقتي في جاكيتس بيبقوا فيها الجولد وبينك واسود. لكن مش كلها جولد، لا لا دي لا تبقى اكيد. صعبة قوي. يعني لا، الجولد والسيلفر انا شايفه ان هما دلوقتي ترندي، بس يعني they are not fashionable. هما ترندي. في ناس كتيره جدا بتلبس، في ناس كتيره جدا بتلبس سيلفر وبتلبس بس ده جولد. بيبقى الصبح صعب قوي. ليه انا sometimes بنزل بلاقي الجولد والسيلفر والحاجات دي الصبح ليه؟ علشان بيبقى في ناس فاكره ان هي لما هتلبس الجولد والسيلفر انا هبقى ترندي. لا، بس هما بيبقوا معقولة؟ ترندي في وقت معين. صعب قوي. والميك اب الفظيع بتاع الصبح ده برضو، بنات الجامعة يعني، لا صعب قوي. والالوان والحاجات دي، طب هما يلبسوا امتى بقى يعني؟
ايه الوقت؟ وقت الصبح ده ليه لبس، وقت بالليل ليه لبس، قولي لهم ممكن يعملوا ايه. بصي انا هقول لك على حاجه، هو الجو والوقت والمكان اللي انا رايحاه، كل الحاجات دي عوامل بتخليني احدد انا هلبس ايه. يعني مثلا انا رايحه اقعد في مكان مع اصحابي في كافيه ما، ممكن البس البيج، بيبقى الصبح حلو قوي، الاخضر بيبقى جميل جدا، بيبقى فيه الوان بتظهر الصبح جدا اكتر من بالليل. يعني الاخضر ممكن تلبسيه بالليل يبان ان هو بيل شويه، ده حقيقي بالظبط، لكن الصبح بيبقى حلو قوي. بيبقى ده حلو حقيقي جدا. فعلا. السيلفر والجولد زي ما حضرتك كنت بتقولي، لو لبستيهم الصبح تبقي اوفر قوي، بس لو لبستيهم بالليل لا، انت هتبقي اتراكتيف، حاسه ان انت لابسه شيك، ترندي على الموضه. مش لازم ترند يعني، مش لازم يا جماعه البسوا اللي يليق عليكم، طبعا ده رأيي يعني. طبعا ديت حاجه. انا من وجهه نظري بقى في البوينت ديت، عشان دي بوينت مهمه جدا حضرتك لسه قايلها، ان احنا لازم نحترم جسمنا علشان جسمنا يحترمنا. بالظبط. يعني ما بمعنى ايه؟ ينفعش ان انا ابقى تخينه قوي او جسمي مليان والبس حاجه تبين الديفوهات بتاعت الجسم. بالظبط، انا عارفه ان انا عندي ديفو معين في البارت ده، خلاص طب اجيب ستايل يبقى يخلي شكل يبقى جسمي متماشي معايا. بالظبط، ما يخليش جسمي ما يبينش الديفو اللي الديفو عندي. عندي تمام. شيري بس احنا معانا تليفون. ميرنا. ماشي. ميرنا الو، اهلا بيكي، اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير يا ميرنا، اتفضلي. عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الحمد لله. كنت بس عايزة أسأل سؤال. اتفضلي. شنط، انا مثلا واحدة من الناس بتحب تلبس الشنط الكروس على الحاجات السواريه، فانا عايزة اعرف مثلا استايل ازاي الشنط الصبح، يعني الشنط الصغيرة الشنط الكبيرة البسها امتى، الالوان. كنت سامعاكم بتتكلموا عن الالوان، تمام. هل مثلا انه انا البس شنطه كروس في مناسبه مثلا سواريه او حاجه زي كده، ده هيبقى تمام، يبقى شكلي حلو، ولا بيبقى ده يعني غير مقبول؟ انا عايزه اعرف الحاجات دي كلها. تمام اوكي. في اي اسئله تانية يا ميرنا؟ ميرسي، شكرا. اوكي ميرسي ليكي يا حبيبتي. ردي بقى يا شيري. طيب بالنسبه للشنط الكروس صعبة قوي في يا شيري، السواري، صعبة صح؟ قوي يا شيري، صعبة قوي يعني. هروح يعني هي برضو الفكره للسواري ان شكل ليه الدريس رولز اللي معينة انا، يعني. بالظبط كده، شكل الدريس اللي انا لابساه ممكن يبوظ بحاجه صغيره كده، مع اني انا ممكن لو في شنط دلوقتي طالعه بالصوابع، انا لو مسكت الشنطه كده تبقى شكلها كمان، بيبقى فيها كمان رينجز، بيبقى شكلها شيك جدا. لو انا لبست الشنطه حتى ماسكاها كده بورتفوليو ماسكاه كده، هيبقى شكله شيك. بس انا شايفه ان الدريس، لو انا لابسه حاجه كاب، لو انا لابسه حاجه وان شولدر، لو انا لابسه حاجه فيها من هنا شغل، ان انا صعب، اضيعها. صعب قوي يا شيري، الموضوع بالظبط. بعيد يعني، الموضوع بعيد قوي. فانا شايفه ان الشنط الكروس ليها وقتها تماما. البورتفوليو اللطيف ده معانا على طول، اللي هو بيحل ايوه ازمات كتير، الموبايل بالظبط والروج بالظبط، وتمام. اهم حاجه الروج. الروج طبعا ده رقم واحد، نفتح العربيه برضه. طب شيري، ايه اساسيات الدولاب، الحاجات البيزك اللي لازم تبقى موجوده؟ بصي بالنسبه لي اساسيات الدولاب، مش لازم كلها تكون جينز. اوكي لا، لازم يكون عندي تراوزرز، لازم البناطيل القماش لازم تكون موجوده، الليجنز دي حاجه اساسيه، ودلوقتي طالع سو ترندي الهاي نك. الهاي نك دولت انا ممكن البسهم، ممكن ينفعوني الصبح، ممكن ينفعوني بالليل، ممكن ينفعوني في اوقات كتيره جدا. ايه تاني؟ الوان التوبس اللي هي لازم تكون عندي، الابيض والاسود. الابيض والاسود دي حاجه اكيده، بس عايزين ندخل بقى معاهم الوان تانيه، بينك علشان مثلا، بينك، اصفر. الشتا دي الوانه، طبعا الشتا ليه الوان. ايه بقى؟ بحس ان الـ النبيتي في الشتا ده اساسي ده عندي في الدولاب. بيكون ايه ده، واو انت حلو ازاي مع حلوه الروج كده. النبيتي كمان يعني، بالظبط نخض كده. الناس بقى. شيري طيب، ليه المحجبات بيقابلوا صعوبات كتير؟ انا طب انت عشان عارفه، بيكلموني في الاير بيس بس، فعشان كده بيقولين الوقت خلص من بدري، بس انا مصره ان انا اسالك السؤال. طيب ليه المحجبات بيقابلوا صعوبات كتير قوي ان هم بيختاروا اللبس بتاعهم او يبقوا على الموضه؟
عايزه اقول لك ان انا شايفه ان دلوقتي هو وقت المحجبات جدا، يعني هما كان ممكن في الصيف يقابلوا صعوبات، بس دلوقتي الموضه الحاجات الاوفر سايز اللي طالعه، اللونج سليفز، حاجات كلها لونج سليفز، لازم الجينز الواسعه دلوقتي طالعه، السكيرتس بيلبسوا بلوفرز على سكيرتس، فالحاجات دي كلها انا شايفه ان تمام. اخر نصيحه ليكي، قدمي نصيحه للبنات. نصيحتي الاولى والاخيره ان احنا لازم نحترم جسمنا عشان جسمنا يحترمنا. حلوة نلبس النصيحة. الحاجه اللي تليق على جسمنا، اللي تليق على جسمنا. شفت ايتم يعني حلوه على حد، لازم اجيبها على البسها انا ازاي تناسب جسمي. تمام شيري شاهين، احنا بنشكرك جدا وان شاء الله تنورينا في حلقات كتير تانية. ربنا يخليك ان شاء جدا الله. وان شاء الله نتقابل في حلقة قادمة.